ارقام كل القطع. انا اليوم ما احتاج فروشات، انا صرت كبير صح، بطلت احتاج فروشات. بابا قال لي هذا بس الهواء، صح هذا بس الهواء صح. اسيل نستيكرز، واو نفس الشيء. جبتي لهم هيك تيشيرتات حقك وما هذا حقك الايام العاديه، هذا حقك. هذا مين طلب؟ لانها جبت لهم هيك تيشيرتات عاديه. هذا المايو لأسول، شوفوا ما أحلى. يلا هلا فرجيني الستيكرز. هذا المايو لأسول بيجي هيك بلوزة ومعها شورت. هاي الستيكرز للبنات. جبنا هتبع مين؟ هتبع ألما يمكن. لا لا تبع ألما. شوف حقي ما حقي أنا. حلو صح يا ألما. مختار ولا شو حقي؟ شوفوا جبت لهم هيك زي الصنادل. هذا بابا لما يطلعوا على الحديقة تاعت البيت أسهل إشي يلبسوه. ما عندنا جلابين وأخذنا جلابين. جبت هيك شوز لإلي أبيض. حقت مين؟ بابا. إلي بابا هذي إلي أنا اشتريته. هذي أنا اللي اشتريته. هذي إلي هاي قطط حالية. شوف هذي أنا. هاي أسول اختارتها. تيشيرت. وبقضوا وقت كتير برا في حديقة البيت، فبحب ألبس لهم هيك أشياء مع تايتات وخلص. خذي ألما الشاطرة بتصفط أواعيها. أنت ليه تصفتي؟ بتاخذ أسطول وبترمي، بتاخذه وبترمي. صفتيهم، شوفي كيف ألما أي شيء عم بيطلع لها عم بتصفته. يلا الله يرضى عليك. ماما ليش؟ جبت هاي لعيد الأضحى. صح. يا رب يكون حلو على اللبس. شوفوا التفاصيل تبعته. خلاص. حبيت الالوان تبعته كثير. هلا افرجيكم اياها كيف على الموديل. هذا كفر الايباد تبعك. هاي تايتات للبنات. الا لا الا لا مشيتهم حلوه. الا لا جبت لألما اثنين وجبت لأسيل اثنين. الا لا بحب البنات يلبسوا دشادير. فجبت هاي الأسطول. إذا كنت سرعة سرعة تستدشاشة دشداشة كتكوت سرعة سرعة تستدشاشة عندك أنت. أتوقع جبت لك، جبت لكل واحدة دشداشة. أنا بتطلع بفرجيك إياها. مش عارفة جبتها لألما ولا لأسيل. هاي بيجامة لإلي. شكلها مريحة بس مش قطن، فيها شوية نايلون. مش عارف شو هاد. هاي الدشداشة لألما. تذكري انت اخترتيها؟ صح تذكرت. لها اميرة. فستان؟ لا دشداشة. ايش هاي؟ ولا اشي هاي لإلي. هذا المايو تبع الما. يجي بلوزه هيك مسكون. استنوا لونه مش مبين كثير، خليني افرجيكم اياه على الشمس. شوفوا حقولي. شوفوا ما احلاه. هذا فستان العيد تبعك، تبع عيد الفطر. فرجيهم اياه. اشوف فرجينا اياه يا اسول. هذا كثير شكله حلو. جبت لهم اغراض عيد الفطر لاني رح اسافر قبل العيد باسبوع تقريبا. فجبت لهم هلا كل شيء. هذا الفستان جبت منه اثنين، واحد لألما وواحد لأسيل. هيك شكله صيفي كثير وحلو. قماشته صراحة حلو. شوف هذول للبنات علشان تحت الفساتين. جبت منهم ثلاث ألوان لكل وحدة، في لكل وحدة ثلاث ألوان. هاي اساسيات السفر من كل سنه لازم. بيجامة لألما. ايش اسستيريا؟ حاضر. هاي بيجامة لألما كثير حلوه. هذا بيجامة لألما. شكلها على اللبس هيك مبين كيوت. شوفوا كيف. وحلوه قماشتها ناعمه. كثير كيوت. انا اشتريتها. التيشيرتات اختاروها البنات. انا اخترت الفساتين تاعت العيد. الاساسيات الثانيه. جبت هاي الشنطه عشان البسها مع البنات. حلوة. شو رأيكم؟ طلعوا حلوين مع بعض.
ايش؟ خلص بتلبسيها اذا بدك بعد العيد. هلا بدهم يلبسوا اغراض. كل واحدة جابت أربع بلايز. هاي ستيكر. هاي مفاجأة جزيلكم إياها إلكم أنتوا التنتين. ماما إيش هذا؟ هذا حقي. كيوت. نفسي. كيوت. شوفوا هذا تبع أسيل. عشان يلبسوه هيك بسرعة بسرعة ويطلعوا على الحديقة. أحسن من الشوز وأحسن من الشبشب، صح؟ او انتي كمان في العيد اعملكم تسريحه زي هيك والثانيه هيك شايفين؟ شوفوا كيف شكلها كيوت؟ لا مو انها حلوه جبت ابيض واحمر هاي ايش هاي بلوزه شو؟ تعرف اسطوره شكلها لأسيل شوف سبعة ما هو أسيل عمرها ستة بجيب لها سبعة أنت عمرك ثمانية بجيب لك تسعة بجيب دائما سايز أكبر أسيل هذا هلا بدنا نقعد نرتب خلص صفتي أواعيكي طيب ماما بدها تحاول تدخل اللعبة رح أفرجيكم إياها بعد لما تشتغل أسيل كيف إجت اللعبة؟ يلا يلا راحت ماما زين بحطي هيك على يدك اشوف تكيها تكيها ماما اوفا تكسر علي صح ماما استني بلعب الشيطان الرجيم يا سيل سكرا اوف تحت وقعت بعد تحت مش عارفين شو اللعبة جايز انا اللي عم بصور اوكي انا مرة عطشت بدي اعيط يعني يلا 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 اوف طلعت هناك انا كنت عم بصور كويس وانا كنت عم بصور هذا الفيديو يا لا 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 سكر هلا باي جايز ما تنسوا لايك وشير سبسكرايب تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باي